اهلا وبركاته في هذا الفيديو الجديد على قناة الدعم المدرسي. ان شاء الله يكون مخصص صفحة 131 مرجع كتاب اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي، وبالضبط يكون ان شاء الله خاص مكون صرف التحويل. الدرس هو اسم الآلة. اسم الآلة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس للتوصل بجديد قناة الدعم المدرسي. إذن على بركة الله نبدأ مع الأنشطة الخاصة بأطبق وأوظف للحصة الثانية من هذا الدرس. السؤال الأول: أكمل الجدول بما يناسب. هذا الجدول فيه السطر الأول فيه الأفعال، السطر الثاني فيه اسم الآلة، والسطر الأخير فيه وزن اسم الآلة، يعني وزن اسم الآلة. في الأول نشر اسم الآلة اللي ممكن نستخرجها أو نقوم بصياغتها من الفعلية من شار على وزن مفعال. إذا نشر من شار مفعال. الفعل الثاني صباح، الاسم الآلة مصباح وزنه مفعال. أنا أعطونا اسم الآلة معزف، وخصنا حنا نلقاو الفعل. إذا فعل الثلاثي اللي هو عزف، ووزن معزف هو مفعال. مفعل كيكون نفس الحروف اللي اشتغلنا عليها قبل في ميزان الصرفي، وكيبقى الشكل نفس الشكل اللي تيكون في الكلمه كنخليه نفسه، وكندير الحروف ديال ميزان الصرفي. عندنا معراج هو اسم آلة، الفعل هو اعرج، والوزن هو مفعال. وزن معراج مفعال. عندنا فعل طبع، الآلة هي مطبعة، ليست مطبعة ولكن مطبعة. المطبعة هو مكان طباعة، مطبعة هي آلة الطباعة، والوزن هو مفعلة. عندنا فعل محا، محا اسم الآلة ممحاة على وزن مفعلة، مفعلة. السؤال الثاني: آتي بأسماء الآلة من الأفعال التالية وأذكر فيما تستعمل. عندنا حرث، نشر، بضع، لقط، نفخ، فك. بالنسبة لحرث، الاسم الآلة هي المحراث، نشر اسم الآلة هو المنشار، بضع اسم الآلة هو المبضع، مبضع، لقط ملقط، نفخ منفاخ، وفك مفك. بالنسبة لفيما تستعمل، فالمحراث يستعمل في حرث الأرض، المنشار يستعمل في تقطيع الخشب أو الأخشاب، يستعمله النجار. المبضع يستعمل في التشريح، يعني كيستعمله الطبيب في التشريح في عمليات الجراحية. الملقط يعني نقدر هو، والمفك تيستعملو الملقط غالبا يستعملوه يعني الميكانيكي مثلا، يعني كنسمحنا بالدارجة للقاط أو اللقاط. القاط يعني دوره هو نقوم ب يعني مثلا كيستعمل مثلا فك بعض الأشياء الحديدية مثلا. بالنسبة للمنفاخ يستعمل في النفخ، سواء نفخ الكرات، نفخ العجلات، يعني هو يقوم بالنفخ، دوره النفخ. المفك هو يعني مفك البراغي، هو اللي كنسموه حنا الطورنوفيس، كنفتحو به يعني بعض الأجهزة اللي تكون فيها يعني البراغي. نمر للسؤال الثالث: استخرج اسم الآلة في النجوم الآتية وأذكر وزنه. عندنا الألواح الشمسية والطواحن الريحية من أهم مولدات طاقتي. إذا الألواح الشمسية والطواحين الريحية من أهم مولدات الطاقة. إذا اسم الآلة اللي ذكرنا هو الطواحين. بالنسبة للجملة الثانية: أن المبرد وأيضا المنشار، يبرد الحديد بالمبرد ويقطع الخشب بالمنشار. إن الألواح الشمسية قلنا والطواحين الريحية من أهم مولدات الطاقة. اسم الآلة هو الطواحين، وفي الجملة الثانية عندنا المبرد وعندنا المنشار. بالنسبة للوزن غادي نضيف فقط مولدات. هنا المشكل الموجود في هذا السؤال هو أن أسماء الآلة المذكورة في الجملة الأولى لا تشبه الأوزان التي رأينا في الدرس، اللي هي مفعال، مفعال، مفعالة، وفعالة، وأربعة. الطواحين هي جمع طاحونة، طاحونة هي أيضا اسم آلة ولكنها طاحونة، ليست بالوزن مفعالة أو مفعل أو مفعال أو فعالة. هذا مولد، جمع مولد مولد، إذا هو مفاعل.
طاحونة هي فاعولة. إذا هادو غادي نحددهم، ولكن الأوزان راه ما داخلينش في الدرس اللي قرينا. الجملة الثانية فيها المبرد وفيها المنشار، الأوزان ديالهم هما اللي قرينا. مبرد وزنه مفعل، منشار وزنه مفعال. هاد الأوزان هما اللي شفنا في الدرس، بينما الطواحين اللي طاحونة فاعولة، مولد هنا مفعل، هما أيضا آلات، ولكن الأوزانها لا تدخل في إطار الدرس. مطلوب منا أن نبني جملا مغايرة لهذه مستعملا أسماء الآلة نفسها. غنستعمل فقط اللي فيها الأوزان اللي قرينا بلا ما نستعمل الطواحين والمولدات. ولا يستعمل الحداد المبرد بشكل يومي، يستعمل الحداد المبرد بشكل يومي. بالنسبة للمنشار، يقطع أبي الخشب باستعمال المنشار، يقطع أبي الخشب باستعمال المنشار. نمر الآخر سؤال فيه هاد الأربع آلات، مطلوب منا نستعمل الاسم، نحدد الاسم ديالها. نعطونا الاستعمال احدى الالات لكنس الارضيه، اخرى لرؤيه الاجزاء الدقيقه او الاجزاء الصغيره، لقياس الحراره، لقيام بالتشريح الطبي. اذا لكنس الارضيه هي المكنسه، كنعرفوها كاملين. لرؤيه الاجزاء الدقيقه اللي هو هذا، اللي هو المجهر على وزن مفعل. لقياس الحراره هو المحرار، والمحرار لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. القيام بالتشريح الطبي هو المبضع، يعني هي آلة حادة للقيام بالتشريح الطبي. إذا هذه هي الآلات اللي تم إعطاء صورها وتحديدنا دورها في أو الوظيفة التي تستعمل فيها، وهذه أسماءها في البطاقات الصفراء. ونكون أنهينا الصفحة، نتلقاو إن شاء الله في صفحة مقبلة وفيديو مقبل على قناة الدعم الدراسي. ما تنساوش تضغطوا في لاشين في الجرس باش ديما توصلوا بالجديد.